هندخل بقى على عملية الميتابوليزم. طبعا زي ما احنا متفقين ان عملية الميتابوليزم بتنقسم الى جزئين، يا اما انابوليك يا اما كاتابوليك او بايوسينسز يا اما هنا اوكسيديشن. يبقى اذا في عملية اسمها سينسز وعملية اسمها ديجريديشن او تكسير. عملية السينسز بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على اي زي ما اتفقنا مين الريس اللي هيبتدي الفاتي اسيد هيبتدي تصنيعه. اول حاجة فيها اتنين كربونة اللي هو الاسيتيك اسيد، فهنا اللي هو الاستايل كوانزيم ايه. الاستايل كوانزيم ايه هيدخل في سيتريك اسيد سايكل هيديني الستريت. الستريت ده يطلع من الميتوكوندريا للسيتوسول عشان تبتدي عملية السينسز. الستريت ده يرجع مرة تانية يتكسر ويديني استايل كوانزيم ايه. الاستايل كوانزيم ايه يديني حاجة اسمها مالونايل كوانزيم ايه. المالونايل كوانزيم ايه ده 3 كربونة يبتدي يكبر شوية ويديني فاتي اسايل كوانزيم ايه. اسايل يعني CH2 ايا كان بقى عدد الاسايل ده، يقعد يكبر 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 لحد ما يعمل سينسز ويكون لي الفاتي اسيد. يبقى انا عملت كده بايوسينسز للفاتي اسيد، فين المكان بتاعها؟ في السيتوسول. طيب انا مش محتاج الفاتي اسيد اللي موجوده عندي ديت وعايز اكسرها عشان اخد انرجي، ايه اللي هيحصل؟ الفاتي اسيد اللي موجود عندي ده عن طريق فاتي اسايل كوانزيم A سينسيز هيديني فاتي اسايل كوانزيم A. الفاتي اسايل عن طريق الكارنيتين شاتل هيدخل جوه الميتوكوندريا عشان تبتدي تتم عمليه الديجريديشن او التكسير بتاع الفاتي اسيد. بعد كده الفاتي اسايل كوانزيم A يقعد يكسر اتنينات اتنينات هيديني استايل كوانزيم A. الاستايل كوانزيم A هيدخل في السيتريك اسيد سايكل ويديني الاي تي بي اللي انا محتاجها. يبقى اذا عمليه البايوسينسز اوف الفاتي اسيد او ممكن اسميها الليبيد فاتي اسيد بايوسينسز او دينوفو سينسز اوف الفاتي اسيد او اللايبوجينيسيس اللي هو تصنيع الليبيد. ليه انا بعمل لايبوجينيسيس؟ لان انا عندي اكسس دايتري كربوهيدرات وبروتين، يبقى انا عندي زياده من الكربوهيدرات والبروتين في الوجبه الغذائيه بتاعتي مش محتاجهم، فبروح اعمل ايه؟ احولهم الى الفاتي اسيد، ثم بعد ذلك اعمل لهم تخزين الى تراي اسايل جليسرول في الاديبوز تشو. يبقى ده سبب ليه انا بروح اعمل لايبوجينيسيس او تصنيع للليبيد، علشان انا عندي اكسس دايتري كربوهيدرات اند بروتين. العمليه دي بتتم فين؟ في معظم التيشوز الموجوده عندنا، ليفر كيدني برين لانج اديبوز تيشو، ايا كان المكان اللي محتاج عمليه البايوسينسيس ديت اوف الليبيد. طب في انه مكان في الاورجانز؟ طبعا في السيتوسول. مين اللي انا احتاجه عشان ابتدي عمليه اللايبوجينيسيس؟ الجلوكوز از برايمري سبستريت فور لايبوجينيسيس. يبقى لازم يكون موجود عندي جلوكوز فري علشان اقدر اعمل اللايبوجينيسيس. مين طبعا اللي هيعمل بقى التفاعل الاساسي؟ الاستايل كوانزيم A لان هو 2 كربونة هو انترميديت سبستريت هيعتبر كسورس اوف الكربون اتوم، يبقى هو السورس بتاع الكربون اتوم. الاند برودكت عندي اللي هو البالميتيت او السي 16 هو ده الاند برودكت بتاع اللايبوجينيسيس. هحتاج مين في التفاعل بتاعي؟ هحتاج ناد بي اتش. ولو انتوا فاكرين ناد بي اتش ده كان موجود فين قبل كده؟ كان موجود في الكربوهيدرات في عمليه البنتوز فوسفيت باسوي. احنا كنا قلنا ان البنتوز فوسفيت باسوي بتطلع لي يا اما بنتوز شوجر يا اما ناد بي اتش. هي دي فايده الناد بي اتش. هيحتاج اي تي بي، هيحتاج المنجنيز موجب 2 اللي هو البايكربونات الاتش سي او 3 سالب 1 والبيوتين ده نوع من انواع الفيتامين. الانزيم اللي هحتاجهم في التفاعلات استايل كوانزيم A كاربوكسيليز وفاتي اسيد سينسيز كومبلكس انزيم.
ويهمني جدا كلمة complex enzyme الشبع. البارت التالي من الميتابوليزم اللي هي الاكسيديشن اوف الفاتي اسيد او الليبيد كاتابوليزم، يبقى الفاتي اسيد اوكسيديشن او اللايبوليسيس او الليبيد ديجريديشن، دي كلها مسميات منها. طبعا في عندنا انواع من اوكسيديشن، الفا اوكسيديشن طبعا من كلمة الفا، يبقى معناه ان هو يبتدي يكسر من الايه الكربوكسيل اند اوف الفاتي اسيد كربون رقم 2 فروم كربوكسيل اند اوف الفاتي اسيد. طب بيتا اوكسيديشن هيبقى بيكسر من عند الكربون رقم 3 لما انا بعد من الكربوكسيل اند اوف الفاتي اسيد. اوميجا اوكسيديشن عبارة عن الاوكسيديشن هتحصل عند الميثايل اند اوف الفاتي اسيد. بروكسيمال فاتي اسيد اوكسيديشن على اللونج تشين فاتي اسيد. يبقى دي انواع الاوكسيديشن طبقا للمكان اللي هقدر اكسر فيه الفاتي اسيد اللي موجوده عندي دي او الليبيد اللي موجوده عندي عشان اطلع استايل كوانزايم ايه. طبعا اللي انا بهتم بيه هو البيتا اوكسيديشن، هي كاتابوليك بروسيس، يبقى عمليه تكسير للليبيدز اللي موجودة عندي. بتتم فين؟ هنا بتتم في الميتوكوندريا. طبعا كل التفاعلات سواء كانت ليبيد بايوسينسز او لايبوجينيسز او لايبوليسز الاثنين ايروبيك بروسيس ان ذا بريزنس اوف اكسجين. هيستهلك مين او هيستخدم مين؟ ناد والفاد ككو انزايم. هيطلع لي طبعا لارج نمبر من اي تي بي، يبقى يديني طاقه كبيره جدا. هيديني استايل كوانزايم ايه؟ طبعا استايل كوانزايم ايه ده هيدخل فيه السيتريك اسيد سايكل او تي سي اي سايكل عشان يديني الانرجي. هيطلع لي ناد اتش والفاد اتش 2، هيدخل فيه الالكترون ترانسبورت تشين او الاكسيديف فوسفوريليشن عشان يطلع لي. طيب لو حصل بقى اوكسيديشن بنسبه عاليه قوي، قاعد يكسر كتير، ما عندوش خالص دلوقتي اي سورس قدامه في الجسم سواء كان كربوهيدرات او بروتين، ومش قدامه غير الليبيد، فبيكسر الليبيد اللي موجوده عندي. فلو حصل انكريز للفاتي اسيد اوكسيديشن زاد قوي زاد عن حد، هيكون لي الكيتون بوديز اللي موجوده عندي برودكشن ان ليفر، فتسمى العملية ديت بالكيتو جينيسيز او كيتون بوديز برودكشن. هي عبارة عن ايه؟ زي ما احنا اتفقنا ان هيطلع لي استايل كوانزايم ايه. طيب استايل كوانزايم ايه بيدخل في السيتريك اسيد سايكل. طب لو بقى زيادة عن الحد، اتنين استايل كوانزايم ايه هيتحدوا مع بعضيهم ويديني اسيتو استايل كوانزايم ايه. الاسيتو استايل كوانزايم ايه هيديني اسيتو اسيتيت. اسيتو اسيتيت ده اول كيتون بوديز موجود عندي في الجسم. الاسيتو اسيتيت ده ممكن هيمشي مسارين، المسار الاولاني عن طريق الديهيدروجينيز انزايم، هياخد ناد اتش زائد اتش بوزيتيف ويحولها الى الناد بوزيتيف ويكون لي البيتا هيدروكسي بيوتيريت، ده تاني كيتون بودز موجود عندي. او انها يحصل لها كربوكسيليشن، هيطلع لي سي او 2 هيشيل منها كربونه ويكون لي الاسيتون اللي هو ثالث كيتون بودز عندي. يبقى اذا الكيتون بوديز هم مين؟ اسيتو اسيتيت، بيتا هيدروكسي بيوتيريت، اسيتون. جايين ليه او موجودين في الجسم ليه؟ لما الجسم بيعمل انكريز للفاتي اسيد اوكسيديشن، عمليه اللايبوليسيس بيعملها بنسبه عاليه جدا. احنا تعرفنا عن الميتابوليزم، طبعا هنتعرف على الديزيز المتعلقه بالديفكت لبعض الامراض. هنلاقي عندنا الهايبر كوليستروليميا، هايبر يعني زيادة، كوليسترول اللي هو الكوليسترول نفسه، ايميا في البلد، قلنا ايميا ديت معناها البلد، يبقى هايبر كوليستروليميا. التاني هايبر تراي جليسرايديميا، يبقى زيادة التراي جليسرايد في البلد. هايبر لايبو بروتينيميا، زيادة اللايبو بروتين في البلد. الكيتوزيز، كيتوزيس طبعا اللي هو علاقه بالكيتون بودز، زياده في الكيتون بودز. طبعا البديهي بالنسبه لنا الاوبيزيتي، السمنه، والليبيد ستورج ديزيز. و
وبكده أكون أنهيت معاكم محاضرة النهاردة، يا رب تكون كانت خفيفة واستفدتوا من المعلومات العلمية بتاعتها، هي تعتبر concentrated شوية أو مركزة شوية، هتحتاج تركيز في المذاكرة. يا ريت نهتم إن احنا نذاكر أولا بأول علشان ما تركمش علينا المحاضرات. شكرا يا شباب.